أي يابا، إيش قد دافعت عن ناس ما أعرفهم؟ أي يابا، إيش قد خوفت عالم بيج وخليتهم ما ينامون الليل؟ إيش قد شلتش على كتفي وركضت بيج بين المدن؟ ياهو اللي ينخاني يلقاني يمه. إيش قد ركضت بيج من زاخول البصرة، ما خليت مدينة تعتب علي إذا ما رعبتها ورعبت أهلها ورعبت حتى أطفالها. إذا صار مكروه على أهلي بأي مدينة، أريد جدوم تبيضين وجهي وترفعين راسي قدامهم مثل ما بيضتي وجهي من سحكتي داعش سحك. بس ليش تعتعت مرات وبالقوة تطلع منك طلقة؟ الله يطيع حظك من السلاح. سلاحي فخر إلي والأهلي. أني وسلاحي طينة واحدة مثل الجذر الخايس، ما يفيد إلا ينقلع من القاع.